يمكن ما تؤمن حتى بوجود الله، بل بعضهم يتحدى أن ما في رب لهذا الكون. شلون وصلوا لهذه المرحلة أو شلون ترد عليهم؟ أحقر مخلوق في حياة الإنسان البعوضة، وضعت تحت مجهر إلكتروني، فإذا في رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سنا، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. تملك البعوضة جهازا لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، ترى الأشياء بالحرارة. حساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. تملك جهاز تحليل دم، تملك جهاز تخدير، تملك جهاز تميع. في بخرطومة 6 سكاكين، 4 سكاكين تحدث بها جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. وفي أرجلها مخالب ومحاجم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. أحقر مخلوق بحياة الإنسان، كل هذا في البعوض، وزنه 1 على 1000 من الغرام. ما شاء الله. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أقرب نجم للأرض بعده عنا 4 سنوات ضوئية. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في السنة ضرب 365، ب4 سنوات. الابن الصغير بربع ساعة يعطيك كم هي المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب. هذه المسافة لو أردنا أن نقطعها بسيارة أرضية سرعة 100، منقسم على 100 كم ساعة، على 24 كم يوم، على 365 كم سنة، نحتاج إلى 50 مليون عام كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب. متى نصل لنجم القطب؟ بعده عنا 4000 سنة. متى نصل للمرأة المسلسلة مجرة؟ بعده عنا 2 مليون سنة ضوئية. متى نصل لأحدث نجم اكتشف؟ بعده عنا 24,000 مليون سنة ضوئية. ال4 سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون سنة قيادة مركبة. فكيف 24,000 مليون؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله. الذي يريد أن يؤمن. وفي الأرض آيات للموقنين. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انتقلنا من بعوضة، من أحقر مخلوق، إلى الكون. فلذلك وفي الأرض آيات للموقنين. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. الإنسان إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا عن إرادة وإيمان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني أي شاب يبحث عن الحقيقة، والله زوال الكون أهون على الله إن ألا يدله عليها. أطمئن الشباب. دكتور أنا بسأل سؤال، هل هذا اللي يقول لك ما في رب، أو في عند مواقع في الإنترنت يسمونهم الملحدين العرب؟ نعم. والملحدين الخليجيين يفتخرون بهذا. داخله دكتور ما يؤمن بوجود الرب. هو اسمع لقوله تعالى: والله ربنا ما كنا بك مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الله. والله بأعماق أعماق الملحد. مرة مجموعة خبراء من الاتحاد السوفيتي ركبوا طائرة من دمشق إلى موسكو، دخلت في غيمة مكهربة فكادت تسقط، فإذا بهؤلاء الذين أنكروا وجود الله يقولون يا الله يا الله. الله. الإلحاد موقف شكلي خارجي، أما الإيمان مغروز بأعماق أعماق الإنسان. يكفي الكون هذا مثل ما تفضل دكتور، هي صفحة. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. شيخ نبيل جزاك الله خيرا، في بالقرآن 1300 آية تتحدث عن الكون. 1300 آية، وكل آية أعظم من أختها. فلو أن الشاب أراد أن يصل إلى الله، والله الطريق سهل جدا،
وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. الله، الله أكبر.